اليوم ان شاء الله غادي تحضروا معايا لهذا الحفل هذا اللي ان شاء الله غادي تتوج فيه ملكة جمال الامازيغ سنة 2019. فرحانه بزاف حيت كاينه هنايا والجو زوين واعر. ومن بعد غادي نوريكم شنو لابسه اللبسه ديالي ولا السلهام ديالي اليوم من عند مصممه الشابه عفيفه. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها في لاباغ دانسو، كدير هكا لبس عصري امازيغي، عندها اللبس واعر. فغادي نوريكم شنو لبستني اليوم، ودرت هكا خاتم ديال الامازيغ ونباله، خرجتني كبيره ولكن ماشي مشكل. فغادي نوريكم شنو لابسه وان شاء الله غادي تحضروا معايا هذه العشيه كامله ولا هذه الليله كامله حتى برك الشهود ديال الليل. وصافي خليكم معايا. Thank you.
مليح راجل مرا اللي سنت فراوت كون منها داري داري 22 نفس الكاس واش كي غتغسل غتشارك حسن غورت نتك اللي تشوفو الكين غاسو كاس الحيط زرا ستا لا حتى اللي تشوفو الكين ادورتون ايت صوت محرق 11 يقات ياند منا ياند مرا تنمير تنعد نكي غصد لي غيد باش تبقى الصورة للحق كانت مغارة مازيغت هاد حيد الصورة النمطية اللي هي كالإعلامي تمغارة مازيغت هاد الهدف انو مشاركة تفوق لايات هاد تيغان دريغ الشباب اللي لا بلا جينيراسيون نا هاد كاين مهتمين الثقافة الأمازيغية داد نان نقاي مازيغ نان لا قايلين بصوت لا هاد نيغ نكي كاسا مازيغت خرج فيه غيد زرا مستاهلة لقب ميس امان تقليت نقول كي غاس بكاسا غير زرام ساس غير زرام سهلة هاد سبيغ الصورة الحقيقية انت مغار تمازيغ صوت الفلا الطونيلو اتيكان دوي ستان تنمير كنا وكل شي معانا وربي معانا وفي الله وفي الله
هنيئا لابنة فراوت هجر المرابط المتوجة بعرش الجمال الأمازيغية ميس أمازيغ 2019 دريس الجار دريس الجار لدرجة أني غوطت لأن كنت بغيتها لاجر لأنها بتستاهل والله إذا اللحظات الأخيرة من عمر تظاهرة ميس أمازيغ في نسختها السادسة تعلن بذلك عن إسدال الستار عن هذه الدورة على أساس الإعلان عن الدورة السابعة في بحر الأيام المقبلة. نشكر كل الحضور الذي جاء وشرفنا من أجل المشاركة في ميس أمازيغ لهذه الدورة. المهم كيف ما شفتوا راه كيما قلت لكم هجر أمرابط هي اللي ربحت بنت فراوت، فرحت ليها بزاف حيت كنت باغاها هي اللي تربح. مبروك عليها، بغيت نهضر معاها ولكن زعما بغيت نصورها وهذا، ولكن ما لقيتش كيفاش لان الصحافه تبارك الله دايرين عليها، يعني ما بغيناش ناخذوا لها وقتها. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يا ربي يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد او فلوق جديد ان شاء الله على قناه وفاء برضه. خليتكم في حمايه الله.